البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده، نتوما وليداتكم الناس اللي عزاز عليكم. الفيديو ديال اليوم كما كيبان مسمن معمر في الفران، حشوه رائعه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها، عندي هنا شديت الفلفله هاد الصفراء ودرت الفلفله حمراء، الفلفله خضراء ما عنديش. المهم اللي توفر عندها الفلفله خضراء ضيفه. المهم قطعتهم هكا طريفات يعني مربعات صغار، قطعت البصله حتى هي مربعات صغار. هنايا ضفت الكفته، هنايا الزيتون عندي مقطع ولكن عاود زدت قطعته على طريفات صغار من هكا باش ما يخرجش ليا من العجين. وهنايا كزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل غادي ندير هنايا الكركم، غادي ندير التحميره اللي هي البابريكا، وغادي ندير هنايا الكمون، غادي ندير سكينجبير، وغادي ندير هاد الضويمه ديال الثومه. هاد الضويمه ديال الثومه غادي نديرها هكا، وغادي ندير معلقه ديال الزيت بلديه، غادي ندير الملح وطبيعه الحال. كإضافات وصافي، ماشي ضرورية. غادي نفرسي هكا ما بين صباعي، صافي. غادي نديرو فوق البوطة على نار مهيلة. هنايا من بعد ما طابت ليا الحشوة زدت عليها شوية تاع الكزبة والمعدنوس باش يعطيها داك شديت الشعرية الصينية. المهم راه كلكم عارفين كيفاش غادي تصوق، قطعتها بالمقص من بعد ما ضفت لها الماء طايب. هي غادي نضيف حليب مسكر العجين. انا عندي تقريبا نص كيلو ديال الكورس، انا عندي تقريبا نص كيلو ديال الكورس، وعندي هنايا زليفه اونس ديال القمح ديال الدار، غربلته مزيان باش تحيد منه ديك النقطه اللي فيه. ودرتو بغيتو ديرو سبيسيال داك الرطب ديروه ماشي مشكل. هنايا كما قلت لكم نص كيلو ديال الفورس، وهنايا زليفه اونس ديال القمح ديال الدار. عندي الملح، غادي ندير الزيت بلديه، وغادي ندير معلقه ديال الخل، وبطبيعة الحال غادي نعجنو بالماء دافي. غادي ندير تقريبا 3 المعالق ديال الزيت بلديه، دافيو كتعاود لكمها مزيان. بغيتو ديروا، انا ما قلت بلا ما نديرها في العجانه، نديرها غير في هكا العجانه ديالي، ولكن غادي نزيدها مزيان ان شاء الله. ملي يجي لها هكا كيما كيبان لكم ملي تبلكت مزيان، ونزيدها هكا شويه ديال الزيت، نغطيها بالبلاستيك ونخليها
تطلقها شويه وديك الساعه غادي نفرطها ولا غادي نصاوبها كويرات صغار على حسب القياس اللي بغيتو. ومن بعد غادي نوراكم الزبده اللي غادي تخرجوها مسبقا من الثلاجه باش تجيكم سهله بحال الطوماط باش تجيكم سهله انكم تورقوا بها العجين ديالكم. كويرات صغيرين على حسب القياس اللي بغيتو دهنتهم بالزيت هنايا جبت وحيده وورقتها كما كيبان لكم. غتورقوها مزيان حتى كيبان لكم هنايا السطح ديال القصريه ولا السطح ديال البوطاجي ولا الرخامه اللي كتورقوا عليها. حنا غادي ندير لها الزبده عليها كامله صافي غادي نطويو على 50 ملي صغيره. غادي نستمر بهذه الطريقة حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي ومن بعد نوريكم باش من غادي نبدا نعمر الحشو الطريقة اللي غادي نعمر بها الحشو. صافي غادي نسخنو الفران مسبقا ونبداو نطيبو خليكم حتى للآخر. من بعد ما كملت الكمية طلقات العجينة طلقات بوحدة شوفو هنا كدير فقاعات هنا كاملة كنسرحها وهي كدير فقاعات العجينة إلا دلكتوها مزيان و وارتاحت راه كتعطيكم الطعم هي بلاصه ما كتسهل عليكم الخدمه. كتطلقوها صافي غادي ندير لها الحشو اللي بغا دير الجبن لاخر تحكو ودير شويه. انا هنا قطعت غادي نقطع مربعات بحال هاد القياس هذا غادي نضرب على هكا على ربعه نقطع على ربعه صافي ونزيد نعمر بها. غادي نجيب هاد القنت هكذا ونجيب هاد القنت هنا قلب القناه نعمرها بالزيت ونكحل باش غادي نشد هاد على هاد القياس. صافي من هنا ما كتحاولوش تضغطوا ما كتعاودوا توليوش تعاودوا تضغطوا هنا مزيان. صافي صافي كان غادي من بعد غادي ندهنها بالصفر ديال البيض غادي ندير فيه شي شويه ديال التحميره وشويه قطيره ديال الزيت صافي غادي ندهن به الوجه ديال المسمن ديال صافي ندخلو الفران. غادي نعاود معكم هادي
نجيب هذا الكل هذا هنا غادي نجيب هذا لاطون هنا كتجينا بحال شي طرف او بحال شي حاجه مربعه هكا كتجي زوينه صراحه صافي هنايا غادي نجمعها الزيتون بغيتو ديرو حتى الفلفله بالالوان تقطعوها هكا مربعات وتجمعوا بها هنايا هاد القطع راه كتجي زوينه صافي هنايا غادي نستمر حتى نكمل الحشو كامل اللي عندي والعجينه كامله اللي عندي وندهن بالصفار ديال البيضه او شويه ديال التحميره ومعلقه ديال الزيت صافي وندخلو للفران ومن بعد ديك الساعه نتلاقاو هادو هما المسمنات اللي خرجت من الفران صدقوني البنات كيجيو رائعين صافي سخانين شوفو البنات كي سمعتو التقرميشه اللي فيهم وشوا رائع ومورقين صراحه كيجيو اكثر من الذهب باقي سخان ما قدرتش نقطع غادي نجيب الموس باش نقطعها قدامكم وديك الساعه نتلاقاو في الشكل النهائي